السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني إنجازات وطني، يبث على قناة جوسات الفضائية الأردنية. وظيفتنا لهذه الحلقة شابة من فارسات التغيير، وهي سعادة الدكتورة ثورة طينة، وهي أخصائية النسائي والتوليد والعقم وجراحة، وهي أشهر من أن تعرف كشابة وإحدى كفاءات هذا الوطن. سعادة الدكتورة ثروة قطين، مرحب فيك برنامجنا الوطني، نحكي لك مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. نعم سعادة الدكتورة ثروة، بداية أكيد أنت أشهر من أن تعرف في هذا الاختصاص، وأنت إحدى كفاءات هذا الوطن وشابة من فارسات التغيير. سعادة الدكتورة، نتحدث بداية عن حياتك العملية والمهنية قبل افتتاح هذه العيادة العريقة والمرموقة في هذه المنطقة. أشمس سعادة، تفضلي. أنا خريجة بكالوريوس طب وجراحة عامة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. نعم. بعد هيك مارست سنة الطب الامتياز في مستشفى الجامعة الأردنية. بعد هيك توجهت لتخصص النسائية والتوليد عن رغبة طبعا في الخدمات الطبية الملكية. وبعد انتهاء مدة الاختصاص توجهت للعمل في مستشفى الأمل للنسائية والعقم والتوليد لمدة سنتين تقريبا. وحاليا الحمد لله فتحت عيادتي الشخصية الخاصة في مجمع النور الطبي بالقرب من المستشفى التخصصي. سعادة الدكتورة ثروة قطين، تحدث عن تأسيس هذه العيادة، متى تأسست؟ العيادة تم افتتاحها قبل شهر تقريبا. وهي تفتح يوميا من الساعة المستقبل فيها المرضى من الساعة 9 صباحا للساعة 4 عصرا. بتقدم فيها خدمات مختلفة من المساعدة على الإنجاب، طرق الإخصاب الصناعي المختلفة، متابعة الحوامل، الولادة الطبيعية والقيصرية طبعا، تنظيم الأسرة، تركيب اللوالب، علاج عدم انتظام الدورة، علاج النزيف الرحمي، علاج مشاكل سلس البول، يعني خدمات متعددة متوفرة على الساعة. أكيد. نتحدث عن أبرز الأجهزة المتطورة والحديثة داخل هذه العيادة. هلا احنا هون صراحة أنا أكثر الأجهزة اللي بحب يعني أتعامل معها وأستعملها هم من شركة سامسونج. أجهزتهم جدا متطورة، كفاءتها جدا عالية، وضوح الصورة يعني شيء كثير مرتب. فأنا صراحة يعني ذات وكالة عالمية أكيد. نعم. الأجهزة بالضبط، فأنا صراحة جدا بحب أعتمدها وبشهد لهم صراحة بشيء كثير مرتب. سعادة الدكتورة ثروة، نتحدث عن هذا الاختصاص النسائي والتوليد والعقم والجراحة، نتحدث بداية عن تأخير الإنجاب والمراجعة الدورية، شو بتنصح السادة المشاهدين؟ أكيد تأخير الإنجاب له جانب سلبي. نعم. هلا احنا بنعرف تاخر الحمل هو تاخر الحمل لمده عام بعد الزواج من محاولات الزوجين الانجاب بعلاقه زوجيه منتظمه بعدم استخدام موانع حمل. هلا احنا اللي بنشوفه بالعياده كثير انه بتلاقي الزوجين بيجونا بعد الزواج شهرين ثلاث اربعه مستعجلين على موضوع الحمل. انا نصيحتي الشخصيه انه المرضى ما يستعجلوا، يعني احنا دائما نحكي للزوجين يستنوا سنه كامله بعد الزواج موضوع الحمل، بس في حالات معينه بننصح فيها الزوجين انهم يراجعوا الطبيب المختص قبل انقضاء السنه. مثلا اذا كان عمر الزوجه اكثر من عمر ال 35، اوكي، فاحنا بهاي الحاله بنعرف انه بعد عمر ال 35 بصير عندنا انحدار في مخزون المبيض، انحدار في جودة البويضة، وبالتالي احنا بنحكي للمريضة ما تستنى كتير اذا كان الزواج بعد عمر 35. كمان بننصح ان المرضى ما يستنوا كتير اذا كانت المريضة احد، يعني المريضة او زوجها احد الزوجين عنده تجربة زواج سابقة فيها مشاكل، كان بالحمل، كان فيها تأخر بالانجاب، ما بننصح انهم يستنوا مدة سنة كاملة، لو بعد 6 شهور بكون مدة زمنية كافية للمراجعات الطبية. كمان المرضى اللي معروف انه في عندهم مشاكل صحية قبل الزواج، مثلا اذا الصبايا بيعرفوا عندهم عدم انتظام دورة، عندها مشكلة تكيس مبايض، عندها مثلا مشكلة بطانة الرحم الهاجرة، عندها مشكلة غدة درقية، عندها مشكلة هرمون الحليب، ما في داعي تستنى سنة كاملة على موضوع الحمل، مدة 6 شهور برضه بتكون مدة كافية انها تراجع وتطلب المشورة الطبية. كلام جميل دكتور. أي أنا أثناء الحمل شو بتنصح السادة المشاهدين أثناء الحمل؟ أكيد لازم في أكيد في نشاطات رياضية، في غذاء صحي كمان، تفضل. تمام. هلا أنا دائما بحكي قبل ما ندخل بالحمل صراحة نحاول إنه تكون الأمور تمام التمام قبل ما يبلش موضوع الحمل. فكل الصبايا المقبلين هلا على موضوع الحمل ننصحهم إنهم ياخذوا الفوليك أسيد اللي هو عبارة عن فيتامين بيساعد على الوقاية من مشاكل الجهاز العصبي خصوصا عند الأطفال. ننصح الست اللي ناوية بموضوع الحمل إنها تستعمله لمدة 3 أشهر تقريبا قبل الحمل. من ننصح الستات اللي بتاخذ أدوية محددة قبل الحمل، سواء كانت أدوية لأمراض مزمنة أو مثلا بتاخذ مضادات حيوية أو فيتامينات لحبوب الشباب. نعرف عن هاي الأدوية قبل ما تكون الست صارت في موضوع الحمل، لأنه في منها بتعارض مع موضوع الحمل، في منها لازم نوقفه من 3 إلى 6 أشهر قبل موضوع الحمل، فمش غلط أن يكون في تخطيط مسبق للحمل. شغلة ثانية كمان كتير مهمة ننصح فيها الصبايا يبعدوا عنها اللي هي موضوع الدخان.
موضوع الدخان كثير صار منتشر بمجتمعنا صراحه، والارجيله كمان نعم للاسف، ولهم تاثيرات جدا سلبيه على الست بشكل عام، على مخزون المبيض، على عمر الدوره الشهريه عند الست، ولها كمان تاثيرات سلبيه على الحمل نفسه، مضاعفات انفصال المشيمه، سوء تغذيه الجنين، تشوهات محدده عند الاطفال في علاقه بين الدخان والشفه الارنبيه. وبالتالي اذا كانت الصبيه مدخنه او من الناس اللي بيرجلوا كمان على حد سواء، برضه بننصح انه هي واحده من العادات اللي لازم الست تحاول توقفها قبل موضوع الحمل. جميل، انت ذكرتي دكتوره قبل قليل ايضا التشوهات الخلقيه، ما هي سببات التشوهات الخلقيه؟ هل التدخين مضره ايضا لها؟ هل التدخين واحد من الاسباب اللي يؤدي الى تشوهات محدده، وفي علاقات او دراسات بينه بتربطه مع الشفه الارنبيه وفتحات بسقف الحلق عند الجنين. هلا كمان في علاقات بين الدخان او رابطين الدخان بموت الجنين المفاجئ بعد الولاده، متلازمة موت الجنين المفاجئ. هلا في احنا عندنا عيوب خلقيه لها علاقه بنقص مثلا الفوليك اسيد، ممكن يؤدي الى تشوهات في الجهاز العصبي عند الجنين، فتحات مثلا في ظهر الجنين او استسقاء دماغي وغيره. هلا في جزء من المشاكل التشوهات او الكروموسومات بتكون طفرات وراثيه، يعني ليست امراض وراثيه موجوده بالعيله لا يمكن التنبؤ فيها او معرفتها الا للاسف اثناء الحمل تظهر معنا. هلا حاليا الطب كثير تطور، في عندنا اكثر من طريقه احنا ممكن نكتشف فيها هاي التشوهات، او يصير عندنا دلالات انه احنا في عندنا شيء غير طبيعي بمجريات الحمل. سواء كان ذلك عن طريق تحليل دم ممكن تنعمل للام الحامل نفسها، ممكن انه احنا نعمل كمان فحص كروموسومات للجنين نفسه عن طريق انه احنا ناخذ خزعه من ميه الراس اللي بتكون موجوده حوالين البيبي. في عندنا الصور رباعيه الابعاد اللي بتنعمل لسلامه الجنين. في عندنا فحوصات كمان هرمونات للحامل نفسها بتنعمل، وبتقدر برضه تعطينا مدلوله اذا احنا في عندنا فرصه لا سمح الله انه يكون الجنين عنده مشاكل كروموسومات محدده. جميل دكتوره، نتجه الى العقم، ما هي مسببات العقم؟ هلا احنا لما نيجي نحكي عن الموضوع انا بحب احكي دائما عن تاخر عن الانجاب، ما نحكيش كلمه عقم، الناس شوي بتضايقوا منها. هلا تاخر عن الانجاب ممكن احنا نصنفه الى ثلاث فئات. 15% او خلينا نحكي اكثر شوي، 35% من الحالات مسؤول عنها الرجل، تقريبا 55% من الحالات مسؤول عنها الانثى او الزوجه. 15% من الحالات بنسميها عقم او تاخر بالانجاب غير معروف السبب، يعني ما بنلاقي احنا عندنا سبب يعني الزوج او الزوجه. مش بالشرط انها تكون وراثيه، يعني مرات بكون كل شيء زي ما بقولوا تمام، يعني الزوجه جيده من ناحيه الجهاز التناسلي والخصوبه، معدل الخصوبه عندها جيد، كذلك الزوج تحليله ايضا جيد، ومع هيك بكون في عندنا تاخر بنسميه unexplained، يعني غير معروف السبب. نعم جميل. دكتوره نتحدث عن تطور هذا القطاع، هذا الاختصاص ايضا، كيف بتشوفي؟ هل هو متطور؟ يوجد كفاءات ما شاء الله قويه. يعني بلدنا يعني الاردن بالذات غني عن التعريف على مستوى الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم، احنا في عندنا مش بس يعني خبرات وكفاءات ومختبرات، عندنا مستشفيات كمان متطوره وممتازه. واحنا يعني اغلب الاطباء عندنا اذا مش كلهم طبعا، كلهم بيكونوا اب تو ديت، كلهم عندهم فكره عن اخر التطورات والاحداث، سواء كان في موضوع التلقيح الصناعي، سواء كان في موضوع الحقن المجهري، اطفال الانابيب، سواء كان في موضوع الخلايا الجذعيه. فيعني انا دائما بحكي للمريض انه يعني بامكانه انه يقرا على النت ويتعرف قبل ما يجي عند طبيبه، بامكانه يختار الطبيب اللي بيناسبه وبيوثق فيه. وطبعا لما يجي عند الطبيب اكيد رح يكون عنده الحق انه يسال ويعرف وياخذ المعلومات اللي بتناسبه عشان يكون عنده حريه الاختيار والقرار. أكيد، اكيد شو بتنصح الساده المشاهدين اكيد، او عفوا شو بتنصح المراه الحامل اكيد؟ شو اكيد في طريقه غذاء معينه؟ اي نشاطات رياضيه اكيد لها دور كبير، شو بتنصحي؟ هلا انا دائما بحكي للصبايا شغله الوزن بالنسبه لي انا كطبيبه للست الحامل قبل الحمل واثناء الحمل شيء كثير مهم. طبيعه الاغذيه اللي بتاخذها الحامل، طبيعه الرياضه اللي بتعملها الحامل، هذا شيء كثير مهم. في ستات بتفكر انه الحمل انا باكل زي ما بدي وبنصح زي ما بدي وما بلعب رياضه، بضل قاعده طول النهار على التلفزيون. هاي المعتقدات الخاطئه هي للاسف اللي بترافق معاها مشاكل الضغط، مشاكل السكري، زياده نسبه القيصريات، هذا كله زياده مشاكل النزيف اثناء الولاده، كله له علاقه بطبيعه نشاطات الحامل اثناء الحمل. دائما بنحكي للحامل تنتبه على وزنها، احنا في عندنا معايير معينه لزياده الوزن اثناء الحمل، كثير من الصبايا ما بينتبهوا عليها. لما نحكي احنا للست الحامل اذا كان انت وزنك اصلا ضمن الطبيعي، مش لازم يزيد وزنك بالحمل اكثر من 12 ل 15 كيلو. اذا انت كنت من الناس اللي وزنهم اصلا قليل قبل الحمل، معك ماكسيمم 18 كيلو. جميل. بس مش اكثر من هيك. نعم. دائما بنحكي عن تنويع الغذاء، يكون في خضار، يكون في فواكه، نسبه بروتينات بتكون كثير عاليه، النشويات بتكون شوي اقل، دائما بنحكي عن الفيتامينات والمكملات الغذائيه. يعني كثير ستات بتهمل بالحديد، حبوب الحديد، بحبوب الكالسيوم. هلا احنا كمان في عندنا شيء جديد وتوجه للاوميجا 3 وفوائد زيت السمك للحامل وللجنين نفسه كمان. فهذا كله يعني ان شاء الله بالمتابعات الدوريه للحامل اكيد رح يكون عندها فكره واضحه عن كل فيتامين زي ما بقول، وامتى موعد ناخده،
عياره المناسب، المدة الزمنية له، هذا كله بصب بالآخر في مصلحتها ومصلحة الجنين. جميل جميل. يعني دكتورة، هل يعني نحكي احنا الوزن الزائد بعد الحمل؟ أكيد يعني المرأة الحامل ممكن تكون وزنها زائد، لكن ما بعرف شو متغيرات أو معاني أكيد المواطنين أو أي سيدة، في يوجد تسمم في بعد فترة نحكي الخلفة بشكل عام، احنا نحكيها يعني بصير في تسمم، شو مسبب هذا التسمم؟ هل هو تسمم بالدم؟ هل هو تسمم له معنى آخر دكتورة؟ هل قصدك أنت عن تسمم الحمل يعني؟ نعم. طيب، هلا تسمم الحمل هو اللي هو احنا بنعرفه بالطب يعني هو ارتفاع ضغط الحمل المترافق مع، هي متلازمة يعني. متلازمة. تمام، متلازمة. نعم. عادة بيكون فيها ارتفاع للضغط مع وجود زلال في البول. نعم. وهي بتأثر على أكثر من واحد من وظائف الجسم وأعضاء الجسم. نعم. بتأثر على وظائف الكلى، الكبد، الدماغ، وطبعا لها تأثيراتها السلبية جدا على الجنين الموجود. أكيد. هلا تسمم الحمل احنا عادة له علامات او له دلالات دائما بتنبه الحامل انت إلها كطبيب، يعني ضروري كثير الحامل تنتبه على زيادة وزنها الأسبوعية، قديش قاعد عم بزيد وزنها بالأسبوع. نعم. احنا دائما بنحكي للحامل بالأسبوع من 200 إلى 500 جرام يكون زيادة الوزن، مش أكثر من هيك. نعم. دائما بنحكي للحامل تتنبه على زي ما بقولوا التنفيخ، إذا بتنفخوا رجليها، إيديها، وجهها، حوالين عيونها. نعم. هاي علامات احنا تنفيخ الرجلين يعني زيادة الاحتباس السوائل، خلينا نقول هذا بنعتبره شيء طبيعي. بس لما نصير نحكي عن احتباس السوائل في الاطراف العلويه حوالين العيون، معناته احنا في عنا زي ما نقول نتنبه انه ممكن يكون هاي علامه تسمم حمل او ارتفاع ضغط. دائما بنحكي للحامل بشكل دوري تاخذ ضغطها، سواء كان عندها في البيت او في عياده طبيبها، صيدليه قريبه من بيتها. مش غلط انه تضل دائما الحامل عينها على الضغط، خصوصا في الثلث الاخير من الحمل، بالاضافه طبعا لاعراض ضغط الحمل. بس للاسف يعني احنا لما نوصل لمرحله الاعراض بنكون احنا وصلنا لمرحله جدا سيئه في موضوع ضغط الحمل. نعم. فاحنا نحاول نتفاداه من قبل، يعني مراجعه دوريه لها دور. بالضبط. نعم. المراجعات الدوريه لها دور كثير. نعم. دكتوره ثروت، يعني ما هي طموحاتك؟ اكيد دائما وابدا لك رؤيه مستقبليه، فتحت العياده ما شاء الله عليك وفيها اجهزه متطوره وحديثه، لكن لك طموحات دائما وابدا؟ يعني دائما زي اي طبيب ثاني دائما بنحب نكون اب تو ديت، بنكون عندنا حب للاطلاع على اخر المستجدات الطبيه، المؤتمرات الطبيه، الدورات العلاجيه. اكيد ان شاء الله رح يكون في عندنا توسعه للعياده ان شاء الله بالمستقبل. رح يكون عندنا استقطاب لكمان دورات تعليميه ممكن للاطباء اللي بحبوا يتدربوا. نعم. باختصاص النسائيه والتوليد كنوع من انواع التوعيه يعني للاطباء المستقبليين. نعم. طبعا يعني دكتورة شو بتحب ايضا توجه رسالة للخريجين الجدد لهذا الاختصاص من السيدات والشباب؟ دائما يعني دائما خلينا نحكي للطلاب الجداد لسه ما اختاروا اختصاص معين. نعم. مش غلط انه يجرب اكثر من اختصاص قبل ما يقرر النوع الاختصاص اللي بيناسبه، لانه في اختصاصات بتتطلب نوع من انواع الصبر والتعب والمتابعة، خلينا نحكي اكثر من غيرها. أكيد. فمش غلط انه يجرب اول قبل ما يختار، ما يخلي حدا يدفعه لاختصاص معين وبالاخر ما راح يلاقي حاله فيه يعني. اكيد اكيد. من صار على الدرب وصل ولكل مجتهد نصيب. بضم صوتي الى صوتك سعد دكتوره ثروت. دكتوره ثروت، قبل نهايه هذا البرنامج الوطني انجازات الوطنيه عبر هذه الشاشه، شاشه قناه دوسات، اكيد يمكن قابلتي مع جلاله القائد العالي جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين في هذه الحكايه الحكيمه سابقا، وكنت بالخدمات الطبيه. دكتوره ثروت، قابلتي مع جلاله القائد العالي مره اخرى، جلاله الملك عبد الله الثاني بن حسين، بعد ما شاء الله الانجاز العريق وفتح هذه العياده ومجهودك اكيد البناء، ماذا ستقول لنا عبر هذه الشاشه؟ يعني انا دائما بدي احكي انه الواحد ما بيقدر يوصل للي وصل اليه لولا انه في احنا عندنا قياده حكيمه. أكيد. في عندنا فرص متوافره، في عندنا تعليم ممتاز، قطاعات تعليميه جدا رائعه سواء كان على مستوى المدارس او على مستوى الجامعات. نعم. في عندنا فرص تعليميه ممتازه، في عندنا دعم جدا رائع للتعليم. حتى انا باختصاصي بالخدمات الطبيه كان كل شيء متوفر الحمد لله، يعني سواء كان دورات طبيه، سواء كان اساتذه يعني عندهم خبرات تعليميه جدا رائعه. نعم. فيعني الحمد لله، وان شاء الله انه الامور يعني تتطور دائما ان شاء الله. الله يديم نعمه الامن والامان ما دام وجد الاستقرار وجد الاستثمار ولك وجلاله الملك. استاذ دكتور، حابين نحدد للساده المشاهدين موقع هذه العياده، اكيد ولديكم صفحه على الفيسبوك او الويب سايت، حابين نذكره عبر هذه الشاشه للتواصل من اي مشاهد يحضر هذه الحلقه. تمام. هلا احنا عيادتنا في مجمع النور الطبي بجانب المستشفى التخصصي في الطابق الثالث. نعم. في عنا صفحه على الفيسبوك باسم عياده دكتوره ثروت قطينه، اذا بحبوا يتعرفوا على الصفحه وعلى خدمات العياده. نعم. واهلا وسهلا بالجميع. اكيد واهلا وسهلا فيك دائما وابدا. برنامج الوطني دكتوره ثروت، واكثر رقم الهواتف اكيد ستظهر على الشاشه من زميلنا في وحده المونتاج محمد ابو صبحه. نتمنى لك التوفيق والنجاح دكتورة ثروت. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل والعرفاني
لشابة من فارسات الطبيب، وهي سعادة الدكتورة ثروت قطينة، وهي أخصائية النسائية والتوليد والعقم وجراحتها، وهي بالبورد الأردني في النسائية والتوليد والعقم وجراحتها، وأيضا بالخدمات الطبية الملكية سابقا، وأيضا في مستشفى الأمل سابقا، ولها الخبرة الطويلة في هذا الاختصاص. أتمنى لك التوفيق والنجاح، وشكرا لدعمك وجهودك معنا، والله يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك وشكرا.